أهلا ومرحبا بكم. 29 ساعة تفصلنا عن دخول الهدنة المقترحة حيز التنفيذ بحسب إعلان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والذي قال إنه تلقى تأكيدات من كافة الأطراف بالتزامها بشروط وقف الأعمال القتالية لمدة 72 ساعة. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما مدى إمكانية وفاء الأطراف المعنية بكافة شروط الهدنة، وما تأثير ذلك على فرص الحل السياسي المرتقب. صعبة وغير مضمونة وحظها ضئيل، ذلك ما قد ينطبق على هدنة اليمن السادسة وفق الأطراف المعنية بالنزاع على نحو أو آخر، لكنها أيضا ضرورية وملحة بنظر معظم تلك الأطراف والأمم المتحدة. وزير الخارجية عبد الملك المخلافي قال إن الرئيس هادي وافق على الهدنة لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد بشرط التزام الطرف الآخر وتفعيل لجنة التهدئة وإنهاء الحصار عن مدينة تعز وإيصال المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية دون قيود. أما الانقلابيون فلم يعلقوا رسميا على هذا الإعلان، لكن ولد الشيخ أكد التزامهم بالهدنة، وعزز ذلك حديث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الحوثيين وافقوا على وقف إطلاق النار. نبدأ بمناقشة موضوع هذه الحلقة، لكن بعد أن نتوقف مع هذا التقرير. جهود دولية لإنهاء الأزمة اليمنية تأتي في ظروف مختلفة عن سابقتها. ربما يدخل اليمن هدنة جديدة بعد إعلان المبعوث الدولي عن تلقيه تأكيدات من جميع الأطراف التزامها بوقف الأعمال القتالية. الاتجاه إلى وقف إطلاق النار سيكون هذه المرة بشكل جزئي لمدة 72 ساعة، من المقرر أن يبدأ سريانه ليلة الأربعاء. تقول المصادر أن الرئيس هادي أبدى موافقته على الهدنة، لكنها أيضا موافقة مشروطة أكدها وزير خارجيته عبد الملك المخلافي لهدنة في اليمن ما لم تتوقف الميليشيا عن وقف إطلاق النار وتفعيل لجنة التهدئة ورفع الحصار عن تعز. وهذه هي أبرز الشروط التي ما تزال تقف عائقا في طريق الاتفاق وتثبيت وقف إطلاق النار. نفس المطالب تبدو في جعبة الطرف الآخر المتمثل بتحالف الانقلاب الحوثي وصالح، حيث يضع في طريق السلام عراقيل متعددة، إذ يشترط توقف عمليات التحالف العسكرية ورفع الحصار. تبدو الاشتراطات الجديدة القديمة في مسار العملية السياسية التي يدفع بها المجتمع الدولي في اليمن هي ذاتها في ظل تمهيد لعملية سياسية دولية واسعة ترعاها الأمم المتحدة بغرض التوصل إلى حل سياسي، الأمر الذي يزيد الاهتمام بمصير اتفاق وقف إطلاق النار ويمنحه بعدا سياسيا يوازي قيمته العسكرية والميدانية في ظل الأوضاع المتدهورة وتفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد. نبدأ بمناقشة موضوع هذه الحلقة من زوايا الحدث مع القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الدكتور عادل الشجاع، ينضم إلينا من عمان في الأردن. أهلا بك دكتور عادل. أهلا وسهلا دكتور عادل. حتى اللحظة لا يوجد أي تأكيد رسمي من قبل تحالف الحوثيين وصالح فيما يخص الهدنة، لا نسمع إلا تصريح وتأكيد من قبل ولد الشيخ وأيضا وزير الخارجية، هل باتهم المتحدثين باسم الجماعة؟ في حقيقة الأمر أخي العزيز، الحديث عن هدنة لمدة 72 ساعة بعد سنة وسبعة أشهر من العدوان السعودي، هذه ضحكة على العالم. الأمم المتحدة تتحدث عن هدنة بعد 72 ساعة، يقال أنها قابلة للتمديد في حال الالتزام بها. الأمم المتحدة بحاجة إلى اتخاذ قرار ملزم مثلما اتخذ مجلس الأمن قرار 2216، يستطيع أيضا مع الأمم المتحدة أن يتخذ قرارا ملزما لوقف إطلاق النار بشكل نهائي، خاصة وأن تقارير الأمم المتحدة تقول أن هناك أكثر من 17 مليون يمني تحت خط الفقر ويحتاجون إلى العيش. المجتمع الدولي للأسف الشديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لا يريدون وقفا لإطلاق النار لا في اليمن. طيب هذه الهدنة دكتور عادل قد تكون مقدمة لهدنة طويلة والتزام شامل ودائم بوقف إطلاق النار، ما الذي يمنع حتى الآن الإعلان والترحيب بها رسميا؟
وقف إطلاق النار يتم من قبل الدولة المعتدية السعودية التي تقود عدوانا منذ سنة وسبعة أشهر. هذا هو يعني وقف إطلاق النار الحقيقي إذا أرادوا تسوية سياسية في اليمن. وفيما يخص العدوان الداخلي والنار المطلق داخل البلاد دكتور عادل تتحدث عن وقف للنار الذي يأتي من خارج اليمن، ماذا عن ما يمارس داخل البلد العدوان الداخلي؟ ما يمارس داخل البلد هو امتداد للعدوان الخارجي، إذا ما توقف العدوان الخارجي سيتوقف إطلاق النار تلقائيا في الداخل. هناك يعني استمرار لمواجهة داخلية بدعم من الخارج، حينما يتوقف الخارج، وأنت تعلم أخي العزيز ويعلم المشاهدون بأن إذا توقفت السعودية والإمارات عن دعمها للمعارك الداخلية ستتوقف تلقائيا. اليمنيون ليس لديهم مشكلة مع بعضهم البعض، مشكلة. طيب هناك عديد من الشروط الآن هي مطروحة فيما يخص هذه الهدنة، ماذا عن الالتزام بشروط هذه الهدنة؟ هل هناك استعداد للالتزام بها؟ نحن المعتدى علينا نلتزم بماذا؟ على الأمم مثلا أشير إلى بعض الشروط المطروحة من حكومة الرئيس هادي، فك الحصار عن تعز، فتح ممرات إنسانية، أيضا تفعيل لجنة التهدئة في ظهران الجنوب. هذا هروب انت تتحدث عن يعني فك الحصار عن تعز، نحن نتحدث عن فك الحصار عن اليمن، حصار جوي وبري وبحري. نحن نعلم ان هادي وحكومته لا يمتلكون من قرارهم شيئا، والقرار بيد محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي. وهل الان يتم مقايضة حصار تعز برفع الحصار الذي تقول انه مفروض على اليمن؟ لكن حقيقة دكتور عادل لا حصار مفروض، ربما ما زال ميناء الحديدة تدخل من هناك المواد الغذائية، هناك مطار عدن يعمل، مطار سيئون، هناك اليوم كثير مطار صنعاء مغلق وميناء الحديدة مغلقة، وكل السفن أعطيت إنذارات وإشارات بأن تتجه باتجاه ميناء الحديدة. طيب جماعة صالح والحوثي كيف يفهمون حديث وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية البريطاني عندما يتحدثون عن أهمية الذهاب إلى هدنة فورا ودون أي شروط؟ نحن يعني قربنا الهدنة التي جاءت من قبل الأمم المتحدة والتي كانت فخا وخديعة في كل مرة. الأمم المتحدة هي مجرد موظف بيد الولايات المتحدة الأمريكية وبالمال السعودي، وليس ببعيد حينما أدرجت الأمم المتحدة المملكة العربية السعودية في القائمة السوداء ثم عادت وأسقطتها من القائمة السوداء، حينما هددت المملكة العربية السعودية بإسقاط كل المساعدات التي تقدم للأمم. طيب بالنسبة لهذا التراجع في المواقف مع أمريكا، أيضا جماعة الحوثي أعلنوا أنهم استهدفوا ما يصفونه بالعدوان الأمريكي في باب المندب ثم عادوا واعتذروا، وهناك ربما حديث عن تبادل رسائل بين الحوثيين وأمريكا، هذا ليس موضوع هذه الحلقة. موضوعنا الآن نتحدث عن هدنة مرتقبة. هناك حديث أيضا اليوم نشر في الوسائل الإعلامية المقربة من جماعة الحوثي وصالح عن تشكيل أن المجلس السياسي ما يوصف بالمجلس السياسي في صنعاء اجتمع اليوم، وحديث عن تشكيل حكومة، ألا يعد هذا التصعيد؟ هذا شأن داخلي لإعادة ترتيب البيت الداخلي. لماذا يعني كلما حاول اليمنيون أن يرتبون بيتهم الداخلي يعتبرون ذلك تصعيدا، وحينما تستمر السعودية في قتل اليمنيين وفي تدمير بنيتهم التحتية وفي حصارهم لا يسمى ذلك تصعيدا. ما يجري في الداخل سواء تشكيل حكومة أو تشكيل أي إطار كان هو يأتي في إطار ترى لهذه الخطوة الداخلي. أنها في إطار ترتيب البيت الداخلي، هناك من يرى أنها فقط لمجرد الاستهلاك الإعلامي لمن هم معهم في صنعاء، لأنه في نفس الخبر يقال في أن الاجتماع دعا إلى أهمية المضي في تشكيل الحكومة وأيضا ترحيبه بأي قرارات تصدر على الأمم المتحدة تعنى بإيقاف الحرب. هل هو مقدمة فقط؟ لأنه دائما ما نشهد عندما يحدث هناك حديث عن أي انفراجة يكون هناك تصعيد تشكيل حكومة، اجتماع في مجلس النواب وما إلى ذلك. المطالبة بتشكيل الحكومة منذ بداية العدوان وهو مطلب شعبي ومطلب جماهيري. هناك تقاعس للأسف الشديد من قبل سلطة الأمر الواقع، لأنها أيضا هي على ما يبدو أنه ليس من مصلحتها أن يكون هناك كيانا داخليا يعمل على ترتيب البيت الداخلي. اليمن وقعت بين فكي كماشة، ونحن لا ننكر بأن هناك توافقا في بعض ترتيب البيت الداخلي اليمني يكون بإنهاء الانقلاب أم إنهاء الحرب؟ أنا في اعتقادي أنه تشكيل أي إطار سيؤدي إلى إنهاء الانقلاب، وأيضا انتهاء الحرب ستؤدي إلى انتهاء الانقلاب. أوقف معك عند هذه النقطة، شكرا جزيلا لك دكتور عادل الشجاع، كنت معنا من عمان في الأردن، شكرا لك. ينضم إلينا أيضا المحلل السياسي عبد العزيز المجيدي، أهلا بك أستاذ عبد العزيز.
اهلا وسهلا بك، مساء الخيرات. استاذ عبد العزيز، هل يمكن ان تنجح هذه الهدنه؟ اعتقد بان الهدن السابقه التي تم اعلانها من قبل الامم المتحده حتى الان نحن امام الهدنه الخامسه. كان هناك اربع هدن اقترحتها الامم المتحده، وهذه الهدن سرعان ما انهارت بفعل الخروقات الحوثيه والميليشيات، لانها اصلا هذه الميليشيات وميليشيات الحوثي وصالح لا تبحث عن سلام بقدر ما تبحث عن الحرب والقتال، وهي يبدو انها مكلفه اصلا لاحداث استنزاف اولا لضرب اليمن وتدميره من الداخل، وثانيا لاستنزاف المنطقه. وكما هو واضح بأن أمر هذه الميليشيات لم يعد بيدها، هناك من يديرها حتى من الداخل. في التصريحات الرسمية الصادرة عنهم يرحبوا بأي جهود وأي تهدئة، لكن شريطة كما يقولون رفع الحصار. كما رحبوا من قبل، رحبوا كثيرا من قبل بإعلانات الهدن السابقة، وكانوا في نفس الوقت يرسلوا التعزيزات إلى الجبهات ويقومون بتضييق الخناق مثلا على تعز في خلال الهدنة الماضية، وهي الهدنة التي تعتبرها الأمم المتحدة نموذجا للهدن التي مرت والتي بدأت في 10 إبريل الماضي. لم تتوقف الحرب في تعز على الإطلاق. هناك متغير هذه المرة ربما أستاذ عبد العزيز. هذه المرة ربما البعض يرى أن هناك متغير في هذه الهدنة، وأنه يتفائل بأنها جاءت من لندن من اجتماع خرج به ولد الشيخ مع وزير الخارجية الأمريكي والبريطاني، تحدث عن وقف فوري للأعمال القتالية ودون أي شروط. هل هناك متغيرات ربما يمكن البناء عليها أننا قد نذهب إلى وقف دائم وشامل للحرب؟ أعتقد بأن أول سؤال ينبغي أن نطرحه على الأمم المتحدة وعلى الدول الكبرى أيضا، ما هي الآليات الخاصة بإيقاف إطلاق النار في اليمن، وما هي الضمانات التي ستجعل من هذا الوقف مستمرا حتى ل 72 ساعة؟ يعني ليس لدى الأمم المتحدة تصور واضح بهذا الشأن، ولا لدى الدول الكبرى. كل ما هنالك مناشدات ومجموعة مساعي. بعض الدول الكبرى تسعى وتحاول أن تسجل نقاط دبلوماسية في لمصلحة بعض الحسابات الداخلية للدول، كما يحدث في الانتخابات الأمريكية وغيرها، لكن على الأرض لا أعتقد أن شيئا ما سيحدث. تصرف الدول الكبرى في الملف اليمني يشي بأن هناك شكل من أشكال التواطؤ الواضح مع الميليشيات. إذا كانت مثلا الميليشيات تهاجم للمرة الثالثة المدمرات الأمريكية، بينما القوة الكبرى والعظمى تلتزم الصمت وتعلن عن حقها في الدفاع عن النفس وما إلى ذلك من هذه الهرطقات، يعني فما الذي ننتظره؟ طيب هناك شروط تذهب باتجاه البحث بدلا من حكومة الرئيس. هذه اشترطت ووضعت العديد من الأمور التي يجب الالتزام بها عند الحديث عن هذه الهدنة. ما مصير هذه الاشتراطات من وجهة نظرك؟ هل يمكن الاستجابة لها؟ يا سيدي، هذه ليست اشتراطات. الأمم المتحدة نفسها تقول بأن الهدنة أصلا مكرسة لفكرة رفع فك الحصار عن المدن، إيصال المساعدات، ووقف إطلاق النار لهذه الأهداف أصلا. فهل هذه شروط؟ إذا كانت هذه شروط وهي أصلا جوهر المبادرة لوقف إطلاق النار، يعني فكيف ستفهم الأمور الأخرى؟ أنا أعتقد بأن ما يجري هو محاولة لاعتتاف أي مبادرة ولي ذراعها، وبنفس الوقت وضع عراقيل أمامها، لأن الطرف الآخر أصلا لا يريد هدنة. ما هو الهدف الوظيفة الوجودية للميليشيات في اليمن؟ يعني هذه الوظيفة هي وظيفة القتل لا أكثر. ماذا شاهدت من يوم أن بدأ الانقلاب حتى اللحظة؟ ماذا شاهدت؟ عمليات قتل، تدمير، تفجير، تفخيخ، سرقة للأموال، أوصل الناس على أعتاب مجاعة. اليوم الأمم المتحدة تتحدث عن 21 مليون يمني بحاجة للمساعدات العاجلة. الناس يتبورون جوعا، الناس يأكلون من براميل القمامة. هذه الميليشيات هم يسوقون أن سبب هذه المجاعة وتردي هذا الوضع قد يكون بسبب الحرب المفروضة عليهم خارجيا، يقولون ذلك. يخرج الزعر الإيراني عبد الملك الحوثي بعد كل هذه الجرائم ويطلب من المواطنين التبرع لبنكه المركزي ب50 ريال. هؤلاء طيب ليسوا لا يكترثوا لا لليمن ولا لليمنيين ولا للدماء. أستأذنك نشرك معنا اللواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي. سيادة اللواء، أهلا بك. أهلا بكم. إذن حديث عن هدنة جديدة ربما تتدرج من ناحية الزمن 72 ساعة ومن ثم تكون قابلة للتمديد، ما مدى التزام العملية العسكرية بها؟
هو إذا سمينا الأشياء بمسمياتها وستتذكر كلامي أنت وضيوفك الكرام بعد أيام. هي هدنة يلتقط فيها الحوثيون أنفاسهم، يستعيدون تجميع صفوفهم، يجمعون يحشدون لوجستيا لمعركة، يدرون عن أنفسهم هزائم صعبة والجوف وحرب وصرواح ونهم وبيحان وتعز والضالع مريض. كل هذه الهزائم التي يعني يحسبونها كل يوم تصيبهم كل يوم جعلتهم يستنجدون بالولايات المتحدة الأمريكية، بالدول الاتحاد الأوروبي، بالأمم المتحدة. وهؤلاء الكبار كلما شع يعني اشتكى أو استنجد بهم الحوثيون مددوهم وفرضوا قدموا مبادرة والحكومة اليمنية توافق عليها سلفا، لأن السلام هدف استراتيجي بالنسبة للحكومة اليمنية، بالنسبة للدولة الشرعية، بالنسبة للرئيس، حتى بالنسبة للجيش الوطني. السلام خيار أول. هم يستنجدون بالمجتمع الدولي، لكن المجتمع الدولي يقول أنه يستجيب ويعلن ويبحث دائما عن هدى وعن حل وتسوية، لأن الوضع بات صعب في اليمن، ليس لإنقاذ جماعة الحوثي وصالح. جميل، نحن نوافق على هذا التفكير، توافق عليه من أجل إنقاذ اليمن، الجائعين، المحتاجين، أطفال تامة، كل أطفال اليمن، السلام، الأمن، الاستقرار، الدولة. طيب، يضعوا آلية تجعل من مبادراتهم واقع يمشي على الأرض. يضعوا ضوابط وعقوبات يعني تطال من يخالف هذه المبادرات، من يخرق وقت إطلاق النار، من يتسبب في إشعال الحرب من جديد. طيب، هناك حديث في تصريح وزير الخارجية نقلا عن رئيس عبد الرب منصور عن أهمية تفعيل لجنة التهدئة، ما المعول على هذه اللجنة؟ ما المنتظر منها؟ لجنة التهدئة يعني يعول عليها إن كان لديها أدوات ضبط، إن كان المجتمع الدولي معها، إن كان لديها قوة عسكرية تردع بها المخالف، إن كانت الأمم المتحدة وتفعل مجلس الأمن البند السابع، يكون في آلية ورادع. أما كلام فيكفينا يعني هدى كثيرة ومحافظات كثيرة دون أي ضوابط، يعني دون أي رادع لمن يخالف، دون أي عقوبة. يعني القضية الآن قضية إنقاذ السلام، مطلب إنقاذي للشعب اليمني. نحن نريد السلام ونريد من المجتمع الدولي أن يحدد آلية لفرض السلام وأن يحدد عقوبات لمن يخالف أي هدنة أو أي محاولة لاستقرار السلام، آلية فيها عقوبة. طيب سيادة اللواء، هناك حديث الآن بعض وسائل الإعلام نشرت خبر اليوم يتحدث عن حملة وشيكة لتحرير محافظة الحديدة وإيقاف أي تهديد على الملاحة الدولية في باب المندب. ماذا يفهم من هذا الخبر والترويج لهذه الحملة؟ هل تصعيد استباقي أم مجرد ضغط فقط على جماعة صالح الحوثي؟ لا، يعني استعادة الدولة هدف استراتيجي أيضا بالنسبة للرئيس وللشرعية. استعادة الدولة ومؤسساتها والمحافظات والموانئ والمرافق والمطارات، هذا هدف استراتيجي يقع ضمن الاستراتيجية العامة لاستعادة الدولة واستعادة الحالة السوية في اليمن. لا يعني ليس لمجرد تشكيل ضغوط أو ابتزاز لاكتساب مواطن، أبدا، هذا هدف يعني يظل قائم يعني وسيظل قائم ما لم يعني يبادر الانقلابيون ويسلموا هذه المؤسسات ويعودوا الى وضعهم الطبيعي كمؤسسه او كقوه اجتماعيه سياسيه لها برنامج تدخل في منافسه مع القوى السياسيه الاخرى بدون سلاح. ما هذا استعاده الحديده واستكمال تحرير تعز واستعاده حجه وصعده وعمره وكل المحافظات، هدف يظل هدف مش بس الحديده. يعني كان سؤالي من ناحيه التوقيت، استاذنك بالبقاء سياده اللواء. يعود مره اخرى للمشاركه معنا في هذه الحلقه الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ عبد العزيز المجيدي. استاذ عبد العزيز، عادل الجبير وزير الخارجيه السعوديه تحدث عن ان هناك ربما مؤشرات قد تقود الى وقف شامل ودائم لاطلاق النار، باعتقادك ما هي هذه المؤشرات التي يتحدث عنها الجبير؟ لا أدري عما هي المؤشرات التي يتحدث عنها، هو أدرى بتأكيد وسيما وأن دولة السعودية هي من تقود التحالف تواجه بتأكيد ضغوطات كبيرة من المجتمع الدولي، وشاهدنا حجم الضغوطات الهائلة التي تمارس من قبل المجتمع الدولي على السعودية وعلى التحالف العربي من أجل وقف تقدم القوات الحكومية. أعتقد بأن
تحريك جبهة الصعدة كان واحد من أكثر الدوافع التي عجلت بتحركات كبيرة للقوى الدولية من أجل ضغط من أجل وقف إطلاق النار كما يقال، وأيضا الترتيب ربما لوقف دائم لإطلاق النار. لكن عليهم أن يدركوا بأن أمرك هذا لن يتم على الأرض، ليس لأن الطرف الآخر غير جاد وهي الحكومة بمسألة السلام، بل لأن الطرف الآخر ليس بيده القرار أصلا، وهو قرار بيد طهران، وهي من ستقرر أن يتم إيقاف الحرب أو أن تستمر الحرب بوتيرة ربما أكثر وأبشع. أصبحت الحرب في اليمن مصلحة إيرانية بالضرورة، هي بهدف أولا يمكنها من الوجود في باب المندب ومناطق استراتيجية وحيوية على ممرات الملاحة العالمية، وبنفس الوقت يمكنها من استزاف المنطقة وتحديدا المملكة العربية السعودية، وبالتالي الميليشيات هي تعمل بهذا الاتجاه. طيب بالنسبة للتحركات البريطانية أستاذ عبد العزيز، كيف تفهمها أيضا التحركات البريطانية الأخيرة؟ مبعوث أممي كان في الرياض السيد أولود، أيضا الآن حديث عن مشروع قرار بريطاني. أعتقد بأن هناك شكل من أشكال توزيع الأدوار بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. بريطانيا خلال الفترة الماضية كانت ممسكة ببعض تفاصيل الملف اليمني، ونعرف بأن بريطانيا خلال الأربع أو الست السنوات السابقة تقريبا من بعد 2007 حاولت الحضور بشكل أكبر في الملف اليمني وتحديدا على مسار القضية الجنوبية، وتحاول أن تتصرف باعتبارها صاحبة ميراث استعماري في منطقة جنوب اليمن، وبالتالي أعتقد بأنها الآن تحاول شغل مساحة ما بعد انسحاب أمريكا، الانسحاب الظاهر لأمريكا من المنطقة، وبالتالي أعتقد بأن الأمر يتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهدفه بالدرجة الرئيسية أيضا الإبقاء على الميليشيات كشوكة في حلق اليمنيين وفي مستقبلهم. هذا هو هدفهم الأساسي، ليس هدفهم إنهاء الحرب ولا إنهاء الانقلاب، الهدف الرئيسي هو إبقاء هذه الميليشيات شوكة في حلق اليمنيين وفي مستقبلهم وفي حلق المنطقة أيضا، لأن المشروع أكبر من الجميع، وأعتقد بأنهم هم يتحركون ويتصرفون على هذا الأساس. سؤال أخير أستاذ عبد العزيز، مرة أخرى، هل تتوقع نجاح هذه الهدنة، وربما هل تقود إلى عودة للمفاوضات والمشاورات بين الأطراف اليمنية؟ يا سيدي، نحن نتمنى أن تنجح مثل هذه الهدن وأن تنهي الحرب بشكل دائم في اليمن، لأنه ليس من مصلحة أحد أن يتم استنزاف اليمن بهذه الطريقة. لكن أتحدث عن طرف أصبح في النهاية صاحب قرار داخل اليمن، ولا أتحدث وهذا الطرف ليس الميليشيات وعلي عبد الله صالح. الميليشيات وعلي عبد الله صالح ليسوا أكثر من متعهدي حرب. اللاعب الرئيسي أصبحت إيران. إيران تتواجد بقوة داخل المشهد اليمني، هناك أجهزة عسكرية وأمنية داخل اليمن، وبالتالي مسألة نجاح الهدن من عدم يعود إلى تقديرات طهران في هذا الجانب. هناك أربع هدن سابقة تم. طيب أستاذ عبد العزيز، حديث على أنه صراع إقليمي يدور في اليمن ليس من طرف واحد، من طرف إيران فقط، هناك أيضا أطراف إقليمية أخرى تصارع في اليمن. يا سيدي، يجب أن نفرق بين من بين الفاعل ورد الفعل، بين من قرر أن يقول بأنه أسقط المنطقة العاصمة العربية الرابعة، وبين من يحاول أن يحمي خاصرته من التهديد الإيراني. عندما حدث الانقلاب تحدث الانقلابيون عن أن وجهتهم التالية هي العمق السعودي، وهذه هي حزمة التكليفات التي تلقوها من طهران، وتلقوها بصورة واضحة من خلال تصريحات علنية من المسؤولين الإيرانيين. بالتأكيد أصبحت صراع إقليمي بدرجة رئيسية، والصراع الإقليمي نحن مرتبطين بمنطقة منطقة الخليج العربي، وهذا أمننا بشكل تام. لكن بالنسبة لإيران، ما هو الرابط بيننا وبين إيران كي تصبح إيران لاعبة رئيسية داخل اليمن؟ هل هو الامتداد الطائفي؟ حتى الامتداد الطائفي نحن نتحدث عن مذهب زيدي حوله الحوثيون إلى إثنى عشرية، هدفها الرئيسي أن تصبح فقط عبارة عن ذراع إيرانية في اليمن. أشكرك جزيلا أستاذ عبد العزيز المجيدي الكاتب والمحلل السياسي على هذه المشاركة معنا في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث. أعود مرة أخيرة لسيادة اللواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي. سيادة اللواء، ماذا عن الضمانات والآليات التي قدمت وطرحت من قبل رعاة هذه الهدنة والعملية بشكل عام من الأمم المتحدة؟ هل هناك ضمانات واضحة وآليات لتنفيذ هذه الهدنة على أرض الواقع؟ أنا لم أسمع عن ضمانات ولا آليات للتنفيذ. أنا سمعت عن هدنة 72 ساعة، لا أدري ما الذي سيجري خلال 72 ساعة، وحينما تنتهي ما الذي سيتم بعدها. لم تقدم لا آليات ولا ضمانات حتى هذه اللحظة، وهذه هي المشكلة. أما لو أن المجتمع الدولي
مكتب المتحدة قد قدم آلية للتنفيذ وضمان من شأن أن يعني يردع المخالف ويسهم في استقرار السلام، فنحن جميعا سنوافق على هذا لأن هذا هدف بالنسبة لنا. طيب سيادة اللواء، ما بين العديد من الرؤى المطروحة أن مثلا المجتمع الدولي يريد تسجيل إنجازات في لحظاته الأخيرة، المقصود هنا الديمقراطيون الأمريكيون في حكمهم الأخير، حكومة ونظام الرئيس أوباما، أيضا ما بين دور جديد تتبادله مع بريطانيا، وأيضا ما بين الرؤية التي تقول أن هناك حرص على إبقاء جماعة صالح والحوثي كما تحدث الأستاذ عبد العزيز المجيدي كشوكة في حلق اليمنيين وأيضا العرب، ما هي الرؤية الحقيقية؟ ماذا يريدون المجتمع الدولي؟ ما الذي يريده من حديث عن هذه الهدنة وحديث عن وضع هدنة دون أي شروط مسبقة؟ هل هناك رؤية حقيقية لإيجاد حل أم ربما تخفيف ضغط ومن ثم نشهد مزيد من صراعات وجولات قادمة من الحروب؟ المعيار الأساسي في كل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي هو المصالح. مصالح أمريكا هي المرجعية في كل الأنشطة، والصراع في اليمن ليس إلا ظل الصراع إقليمي ودولي، واليمن ليست بعيدة عن ما يجري في أوكرانيا أو في سوريا أو بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أو إيران والمملكة العربية السعودية. هناك طبعا مع الفارق بين أن السعوديين أشقاء وقضيتنا واحدة وتربطنا الجغرافيا والجغرافيا السياسية وصلة الأهل والنسب واللغة وغيرها من القضايا التي قد يراها البعض الشوفينية ولكنها نرى أنها ذات جذور تاريخية ومصالحنا مشتركة. المهم الكبار يصفون حساباتهم في الساحة اليمنية وعلى حساب أمن واستقرار والسلام اليمنيين، ولا يهمهم من يموت أو من يجوع أو من اليمن في أمس الحاجة إلى السلام وإلى الأمن والاستقرار. الجياع في تهامة وفي تعز وفي غيرها الذين يموتون من الأطفال والنساء، الحرب التي أكلت الأكبر واليابس، يعني اليمن يعني إذن سيادة اللواء تصفية حسابات الكبار في اليمن وفي ظل أمل ضروري بإيجاد حل وسلام في اليمن للناس البسطاء، هل هناك نوافذ إيجابية يمكن من خلالها النظر والتفاؤل بالهدنة وإمكانية نجاحها؟ ليس يعني هناك نافذة، أنا شخصيا أراها تعطي أي أمل حينما يعني نسمع عن آلية للتنفيذ وضوابط وعقوبات، هنا نتحدث عن أمل. شكرا جزيلا لك إذن سيادة اللواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحيات طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة محمد القاسم، في أمان الله.